تعال احكي لك عن ارخص صفقة في تاريخ كرة القدم. في سنة 2015 كان نجم برشلونة فرانكي دي يونغ يلعب مع نادي فيليم الهولندي، وكان من افضل المواهب في ذلك الوقت، فاراد اياكس التعاقد معه، فطلب ناديه بيعه مقابل 800,000 أورو، لكن اياكس رفضت ذلك، فعاد النادي مرة اخرى وعرض على اياكس بيع دي يونغ مقابل اورو واحد فقط، لكن مع الحصول على 10% من قيمة بيعه مستقبلا. وافقت ادارة اياكس على هذا العرض، وفي سنة 2019 تم بيع دي يونغ الى برشلونة بمبلغ 85 مليون يورو، وحصل نادي فيليم على 10% من هذا المبلغ.